صراحة غير أنا دخلت للملعب لفض النزاع بعد ما يعني خبرني كابتن هيثم قال يعني كابتن ماجد أكو هيك موضوع جيت يعني بعد بيني وبين مهند قاسم تقريبا 30 متر بعد هو الشخص يعني المادة خمسة بالعقوبات اللي موجودة بالاتحاد بلجنة الانضباط أكو سقف عالي وأكو سقف أدنى يعني أنا أتفاجئ أنه لابد أن يكون هناك لفت نظر بالموضوع تنبيه بالموضوع قبل إصدار القرارات فبالنتيجة يعني هذه القرارات اللي صدرت من الاتحاد أنا أعتبرها قرارات عدوانية لابد أن تكون هناك تكافؤ ما بين مبدأ الثواب والعقاب انتقامية بحق نادي القوة الجوية سواء إدارته أو لاعبيه وجمهوره طبعا السبب العدوانية أنه القرارات لم تكن عادلة مع ما يحدث مع باقي الأندية يعني حدث مع الكابتن لؤي صلاح مدرب الكهرباء مع مهند قاسم نفسه ها لكن ما شفنا عقوبات مثال حدثت مع الشرطة ما شفنا هذه العقوبات لكن لابد أن أول مرة جمهور القوة الجوية يعني خلينا نقول يتفاجأ بهذا التحكيم لكن أكثر من مرة نبه الجمهور للإدارة بأنه مهند قاسم يوسف سعيد لكن أعطينا فرصة كبيرة لهؤلاء بعملية التحكيم لمباراة القوة الجوية لكن ونغض النظر في بعض الأحيان عن كلام الجمهور لكن من اليوم نطالب الاتحاد بعدم وضع يوسف سعيد وكذلك مهند قاسم لتحكيم مثل مباراة القوة الجوية طلب رسمي لأنه بالنتيجة هاي العدوانية والانتقامية من الطرف الآخر هذا خلل اليوم أنت استضيف المذنب واسمع منه وصدر القرار يعني استضافة أنا ما أريد أقول أحقق تحقيق تحقق من الشيء قبل إصدار القرار لكن هذه القرارات صدرت مجحفة بحق أعضاء الإدارة وبحق اللاعبين وبحق الجمهور أخيراً حاج جمهور نادي القوة الجوية يسأل في ظل هاي المشاكل في موضوع المدرب الجديد والله جمهور القوة الجوية جمهور مثالي ونموذجي يعني قلت لك أنا حدثت في زمن الهدام الملعون في مباراة الجيش وفي زمن المقبور عدي لم تحدث مثل هكذا عقوبات والباقي للمحللين إن شاء الله الأمور ماشية بالاتجاه التعاقد ولكن اللحظات الأخيرة بعد يتم الإعلان يعني قريبا إن شاء الله.